My book of English, middle score year one. Page 37. I pronounce. I pronounce. أنا أنطق. I pronounce. أنا أنطق. Task one. I listen and repeat. I listen and repeat. أستمع وأكرر. عود معايا القصيدة هذه. Play and say I am learning when I play with my teacher, my leader today. Sit and listen to the story of the play. A great leader, you may become one day. بالنسبة للترجمة العب وقل أتعلم عندما ألعب مع أستاذي قائد اليوم. اجلس واستمع إلى قصة اللعبة. قائد عظيم قد تصبح يوما ما. بالنسبة للفونيتيك، الفونيتيك القافية في الشعر الإنجليزي. شوف هنا يا play today، play one day. كما عدنا في اللغة العربية قاسما بالنازلات الماحقات الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. هذه يسموها القافية. حتى في الإنجليزية عندهم أشعار وقصائد ولها قافية. حتى اللغة الإنجليزية جميلة، ليست العربية فقط هي الجميلة. بالنسبة للدرس تاعنا تاع اليوم لنتعلم فيه أصوات جديدة. هي ثلاث أصوات. الأصوات الثلاثة هي هذه: A I E. هذه النقطة في العربية واسمها الاستفالة. هذه النقطة واسمها الاستفالة، والاستفال عدم ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف بقوة الإرادة، يصاحبه ترقيق الحرف أو انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم أو حياديته عن النطق بالحرف. شوف الفرق بين الكلمة هذه وبين الكلمة هذه. آي آ. عكس الاستفال هو الاستعلاء. الاستفال هو أن تجعل اللسان الأسفل. أي خفيفة. أي. سنتدرب على هذه الأصوات. لاحظ الفونيتيك هنا. لون الأصوات الثلاثة بالأزرق. الأزرق هو الإي والأحمر أي والأخضر أي. تابع معي. play and say. نقرأ الأصوات التي فيها أي. play say play today play one day may
هذه الأصوات. شوف الصوت هذا يا آي، آي أم، آي أم، آي أم، آي بلاي، ماي، ماي تيتشر، ماي. شوف هنا الإي، ويذ، ويذ، سيت، لسن. إذن هنا 7 أمثلة، وهنا 4 أمثلة، وهنا 3 أمثلة. نقرأ الآخر مرة. Play and say I am learning when I play with my teacher, my leader today. Sit and listen to the story of the play. A great leader you may become one day. هذا بالنسبة للقراءة بالأصوات. نستخرج الأصوات هذه. لاحظ هنا كل سطر فيه play say today، العب، قل اليوم. my I nice، بلدي أنا لطيف. sit six listen، اجلس ستة اسمع. هذه الترجمة. لاحظ الأسطر هنا، السطر الأول فيها ثلاث أسطر. السطر الأول فيها الصوت الأول، السطر الثاني الصوت الثاني، السطر الثالث الصوت الثالث. لاحظ الصوت A، play say today، فونيتيك. ها وراه فونيتيك كذلك يؤكد هذا الصوت. play say today my I nice sit six listen. هذا بالنسبة لتاسك 1. التاسك 2 I listen and cross. I listen and cross the odd word out. I listen and cross the odd word out. أستمع وأشطب الكلمة الغريبة. نبدأ مع الكلمات الأولى. نقرأ الكلمات الثلاثة. day play game classroom. لاحظ day play game classroom. الصوت الأول A، الصوت الأول A. day play game classroom. إذن الكلمة الغريبة هي هذه. بالنسبة للترجمة، يوم، لاعب، لعبة، وقاعة الدراسة. المجموعة الثانية may my I window mobile mobile لي أنا نافذة أو شباك التليفون المحمول. الكلمة الغريبة هي window my I mobile. الكلمة الصوت هو A I، صوت I. الكلمة الغريبة هي window. المجموعة الأخيرة sit feel bake give bake give. من هو الصوت الغريب؟ كلهم فيهم صوت الإي. إذن الكلمة الغريبة هي هذه. ومن هو الصوت في هذه المجموعة؟ هو الصوت إي. بيك هو الكلمة الغريبة. بهذا نكون قد انتهينا مع الصفحة 37. انتهينا مع هذه الصفحة.